السلام عليكم أخواني الرياضيين ورمضان مبارك. طبعا تعرفون هاي البرامج المتكررة مال رمضان مبارك، ومدربين سابقين ومدربين حاليين ولاعبين سابقين ولاعبين حاليين، وتصير طبعا الفتنة والنفاق وكل شيء. للأسف هاي القنوات الرياضية العراقية ما عندها غير هالشي هذا، رغم انه اقترحت على بعضهم انه افكار لا برامج، بس هم متيتي تيتي مثل ما رحت جيتي. هم عندهم حلقة مفرغة، يعني هاي تجيب لهم نسبة مشاهدات، يعني رسالتهم الإعلامية صفر، هم فقط يدورون على نسبة مشاهدات. وطبعا هاي تجيب لهم مادة، لأنه كل واحد مقدم برامج حاليا عنده صفحة باسم برنامجه، حتى لو توقف برنامجه فيحط مقاطع متفق وي شباب يشتغلون بهذا الشيء، قطع له أي شيء مثير وحطه بصفحته بصفحة البرنامج، وحط تعليق عليه على الفيديو المنشور أيضا مثير طبعا، مرات جاف الموجود بالفيديو نفسه وجابت له مشاهدات، لأن فيسبوك قام يطي فلوس، ومن قبل اليوتيوب يطي، والانستا عليها دعاية حتى لو ما كانوا تطي وتوقفت، والتيك توك، فذولا يعني تجارة عندهم على انه القناة تطيهم، فهذه ايضا اللعبة معروفة. يعني على كل حال ندخل لفت من ضمن امور هواية، السيد حكيم شاكر، الكابتن حكيم شاكر، المدرب حكيم شاكر، مع احترامي له ولسنه، ظهر في تصريح من ضمن الامور، هو عنده يعني خلاف مع الكابتن عدنان درجال، ولا انا ما اعرف شنو مصدر الخلاف، هو فقط يريد الكابتن عدنان درجال يشغله مدرب حصرا للمنتخب الوطني، واعتقد يعني هاي ما موجوده بكل دول العالم. يعني زيدان اللي هو زين الدين زيدان راد يصير مدرب فرنسا، بس ما خلوه يصير مدرب فرنسا، قعد وسكت ولا يقدر يقول شيء، ولا صرح اني اريد اصير مدرب منتخب فرنسا. بالمناسبه البرازيل، واللي هي البرازيل كم مدرب بيها، كم نجم بالتدريب بيها، لكن يعني هي مو بصراحة مو مشهورة يعني مثل فرنسا أو شيء بالتدريب أو مثل إيطاليا، ما مو أقصد كبار المدربين، بس على مستوى معروف البرازيل عمرها ما صار مدرب، أعتقد حسب ظني أو حسب من وعية الطوبة أنه ماكو مدرب أجنبي لزم منتخبهم، بس مع هذا حاليا يدورون أنه مدرب ومرشحين أنشيلوتي أو زين الدين زيدان، يعني تقريبا ما يردون البرازيل لزم منتخبه، وهكذا أمور هواية. يعني انجلترا فترة من الفترات الكابتن حكيم شاكر ما ممكن انك تطلب انه شغلوني، يعني عدنان ترجال شو يسوي؟ ويقول يحارب المدرب العراقي، زين نحسبها حسبة عرب كابتن. منتخب الناشئين كان عليه حسن كمال وخلى عليه احمد كاظم. عراقي لو مو عراقي. زين. المنتخب الشباب عليه عماد محمد. عراقي لو مو عراقي. نجي وتقريبا احمد كاظم حتى من منطقتك، يعني من محافظه بغداد، وعماد محمد بس من كربلاء، يعني هم قريب على بغداد، يعني لحد الان عراقيين وتقريبا من قريبين عليك هم بعد. زين منتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي عليه الكابتن راضي شنيشل. راضي شنيشل يمك تقدر تلقاه ببغداد ايضا، يعني من محافظتك ومن بلدك، عراقي ابن عراقي. هذا اللي عندنا. اعتقد منتخب الاشبال، يعني ولو منتخب الاشبال يشكل بس بمهرجانات الرؤيه الاسيويه، بس اعتقد حتى منتخب الاشبال ايضا بيد عراقيين، يعني ماكو مدير، ولو احنا دعواتنا كصحفيين كجمهور نريد ملاكات اجنبيه لكل، عفوا لكل الفئات العمريه لمنتخباتنا، بس لحد الان الحد عمر تحت 23 سنه كله كوادر عراقيه. فقط المنتخب العراقي الأول، منتخب الوطني اللي مثل ما قلنا البرازيل تريد تبحث عن مدرب أجنبي، منتخبها البرازيل واللي هي البرازيل، فقط المنتخب الأول خلوا عليه مدرب إسباني كاساس، وأنت تقول عدنان درجال يحارب المدرب الوطني، يعني أنت هسه رافض أنه مدرب أجنبي يلزم المنتخب الوطني؟ هاي حتى بزمن قبل 2003 انت ممكن تعامل بنادي الدفاع الجوي بدايتك، بعد قبل السقوط كان يجيبون مدربين اجانب للعراق، بيلين جابوا حتى باخر ايام ما جاب بيلين، وجاب ستان جا اخر مدرب لزم الوطني قبل السقوط، والثمانينات ايضا جابوا ويدو، بالسبعينات
ما يحضرني هسه داني ماكلين الايرلندي اعتقد او الاسكتلندي. فيا كابتن حكيم انت اساسا نوع انت ظفارك كان مدربين اجانبك وبالعراق، فشنو المشكله يعني؟ بس الوطني وهذا مطلب يعني جماهير وصحفي وكله زين. ايران مدربها اجنبي، السعوديه مدربها اجنبي، وايران والسعوديه شئنا ام ابينا احنا كراقيين افضل من عندنا كانجازات زين. احنا بعد ايران والسعوديه، مو بس بالتصنيف وفي التصنيف، احنا بعد ايران والسعوديه، ومع ذلك ذول مدربين مجان. يعني اذا وين المحاربه؟ هذا مطلب جماهيري. عموما لو افترضنا جدلا صدر امر رئاسي بالعراق انه ممنوع مدرب اجنبي يشتغل بالعراق، اوكي؟ لو افترضنا هاي، رغم انه الحمد لله رئاسه الوزراء هي داعمه للمدرب الاجنبي والرئيس الوزراء هو داعم، وكل رئاسه للامانه من بعد 2003 وحتى قبل 2003 الحكومات العراق المتعاقبه دائما تفضل مدرب اجنبي. للامانه اقول يا كابتن حكيم اذا الدوله قررت انه ماكو مدرب الا الوطني اجنبي زين، ليش يجيبونك انت؟ ايش معنى؟ هم قبل كاساس مدرب مؤقت خلوا راضش نيش وحقق نتيجه زينه وهي منتخب الكاساس، ممكن يجيبون اكرم سلمان، ممكن يرجعون عدنان حمد، ممكن يحيى علوان الله يشافي، ممكن هوايه، وكم مدربين شباب هسه صاعدين. فقصدي اذا انت تقول حاربني عدنان دجال، حاربك لين جاب اجنبي، قلنا مطلب رئاسي وجماهير واعلامي زين، لو بطلنا ما نجيب مدرب اجنبي، فش معنى راح يجيبك انت يعني؟ يعني هسه عدنان دجال اذا ما يجيب مدرب للوطني، اذا يبطل الاجنبي وخلى وطني مو انت، هم راح تقول عدنان دجال قطع رزقي ولازم يشيل العراق ويخليك انت زين، ايش معنى هذا العراق يشيله ويجيبك انت؟ فاذا هي لعبه الكابتن عاد حكيم شاكر، احترم سنك واحترم انت، يمكن ما اعرف عندك احفاد او لا، اعتقد يعني ابنك الحسن متزوجه وشي، بس اعتقد عندك احفاد، وانت لواء متقاعد اعتقد بالجيش، نسبوك للشرطه بس انت اصلك كرجال ضابط العاب الجيش، فانت لواء متقاعد يا كابتن حكيم، لواء متقاعد، ويقول عدنان دجال يموتني جوع زين، شو يقول هذا اللي انا واحد بن خالف فقير معدم كان بالحشد وطلعوه من الحشد على مود سووا نادي للحشد يردون دعم له، فطلعوا كم واحد قالوا لهم انتم اجسامكم تعبانه بعد ما انتهت المعارك، اقعدوا ببيوتكم من نحتاجكم، ولحد الان هذا ما طالع، هذا ما يعني اجيب لك اسمه لا تريد. فهذا شو يقول هذا؟ لا زواج لا شيء، عمره فوق قارب للخمسين، هذا شو تقول عنه ومقارنه بيك انت؟ ما يصير كابتن حكيم، اتق الله. لواء متقاعد تقول عدنان دجال يريد يموتني جوع، ما يصير. منتخب الوطني مو ملك واحد، منتخب الوطني بكل بلد، يعني حتى رئيس الحكومة يكون هو يتدخل بيه، يتدخل بيه بمعنى حمايته توفير لشيء. وانت تقول عدنان دجال يموتني جوع ويحارب المدرب العراقي، انت مو صرت مدرب للنفط وخسرت مع النفط وطلعوا كقالوك النفط، وهم حكيت على ابو شوقي، ابو شوقي انا اقول لك هم اداره النفط فاشله، لكن بيناتكم تجازوا يعني، انت صرت مدرب للنفط والنفط عنده ماده زينه وخسرته وطلعوك قائم زين، هاي شنو علاقه عدنان درجال بيها؟ انا عدنان درجال يروح للنفط يهد عليهم اداره نادي تابع لوزاره النفط يقول لهم ليش قلتوا حكيم شاكر؟